مرحبا بكم في فيديو تدريبي مقدم من شركة تريست أنجل. سنتحدث اليوم عن كيفية إدارة الفترات المحاسبية في نظام نتسويت. لإدارة الفترات المحاسبية وإنشائها سنقوم بالتوجه إلى Setup Accounting والنقر على Manage Accounting Periods. في صفحة إدارة الفترات المحاسبية يمكننا العثور على قائمة الفترات المحاسبية التي تم إعدادها سابقاً، ويتم تجميع الفترات المحاسبية على شكل تسلسل هرمي للفترة المحاسبية التي ينتمون إليها، ويوفر هيكل التسلسل الهرمي ترتيباً وتنظيماً للفترات المحاسبية لإعداد التقارير لاحقاً. ويمكننا النقر على Collapse All لإغلاق التسلسل الهرمي، أو النقر على Expand All لفتح التسلسل الهرمي لجميع الفترات المحاسبية. ويمكننا أعداد الفترة المحاسبية إما عن طريق النقر على Setup Full Year لنقوم بإعداد فترة محاسبية متكاملة، أو نقوم بالنقر على New Year Only لإنشاء السنة فقط، ونقوم بعد ذلك بإنشاء الكوارتر أو Base Period والتي تعبر عن الشهر أسفل هذه السنة. ولمعرفة الفروق فيما بينهم سنقوم الآن بداية بعمل Setup Full Year. في صفحة الفول يير بداية سنقوم باختيار الفيسكال كالندر الخاص بنا واختيار السنة، ونقوم بعد ذلك باختيار البيريود فورمات، وسأقوم باختيار الكالندر مانث، وعن طريقها سنقوم بإعداد 12 فترة محاسبية واحدة لكل شهر في السنة المالية، واختيار Year in Period Name Starting or Ending، وعند الانتهاء سنقوم بالنقر على Save. كما نلاحظ فقد قام النظام بإنشاء فترة محاسبية متكاملة بالQuarters والBase Period والتي تعبر عن الشهر. سنقوم الآن بإنشاء New Year Only. نقوم بداية بكتابة الـ Period Name، اختيار الـ Start Date والـ End Date، واختيار الـ Fiscal Calendar، ومن بعد ذلك النقر على Save. كما نلاحظ فقد قام النظام بإنشاء سنة محاسبية فقط بدون أن تحتوي على أي Quarters أو أشهر. ولإضافة كوارتر أسفل هذه السنة التي قمنا بإنشائها سنقوم بالنقر على New Quarter Only. إدخال الـ Period Name. ويحتوي الكوارتر على 3 أشهر، فسنقوم باختيار الـ Start Date والـ End Date، اختيار الـ Fiscal Calendar، واختيار السنة المحاسبية التي ينتمي إليها، ومن ثم النقر على سيف. كما نلاحظ فقد قام النظام بإنشاء الكوارتر الأول أسفل السنة المحاسبية التي قمنا بإنشائها، ولإنشاء الأشهر أسفل الكوارتر الأول سنقوم بالنقر على البيس بيريد والتي تعبر عن شهر واحد. نقوم بإدخال الـ Period Name، الـ Start Date والـ End Date. بالنسبة للاختيار Allow Non-GL Changes، يسمح هذا الخيار للمستخدمين الذين لديهم صلاحية Non-GL Changes بعمل Non-Posting Transactions للفترة المحاسبية بعد إغلاقها. Period is Adjustment يعبر هذا الاختيار عن ما إذا كانت هذه الفترة المحاسبية هي Adjustment Period. في Fiscal Calendar سنقوم باختيار الكوارتر الذي ينتمي إليه هذا الشهر، والنقر على Save. كما نلاحظ فقد قمنا بإنشاء السنة فقط، ومن بعد ذلك إنشاء كوارتر وإنشاء شهر أسفل هذا الكوارتر بشكل يدوي.
ويمكننا أيضا استخدام الأزرار الجانبية لإنشاء الشهر والسنة والكوارتر. وإذا كانت لدينا أكثر من فيزيكال كالندر نقوم باستخدامها، فيمكننا عمل سويتش لهم عن طريق الفلتر. نشكر لكم حسن متابعتكم. تم تقديم هذا الفيديو من فريق Trust Angle.